لو بروبرتي فايندر كان موجود من زمان كان كل الناس لقوا البيت اللي نفسهم فيه بسرعه ومن غير اي مشاكل. يعني عندك كراكون مثلا، مش ده كان اتولد في شقه عليها القيمه محترمه؟ وابو كراكون ما كانش صرف فلوسه كلها على كيس بلح ولا شرب حشيشه سعاد، وكان الكابتن شحاته اتمرن كويس بقى وبرطع براحته في الشقه، ما كانش هيبقى في حد غريب في بيتك ابو كمات. وصاحبنا كان رايح دماغه وجاب شقه وخلص من حماته بدل دق الكفته في الليالي. ادخل على propertyfinder.eg بكل سرعه وسلاسه هتقدر تحدد نوع بيتك الجديد وفين، واهم من كده بكام. propertyfinder.eg اسهل طريق لعنوانك الجديد.